صباح الخير، صباح الحب، صباح الفرح، صباح الأيام الحلوة، صباح الخير لعيوني، صباح الخير لروحش. رح نتكلم اليوم عن خفايا اللعب بالأقدار. استني لا تعصبين وخليش معاي لين الآخر، ويلا جيب الشاي والقهوة وخش برجلك اليمين يا أمر قلبي. يلا خلينا نبدأ. صباح الخير، صباح الحب، صباح الفرح، صباح الخير لكل النساء السعيدات، وصباح الخير لكل النساء العظيمات، وصباح الخير لكل النساء القويات اللي على هذا الكوكب يا أمر قلبي ويا بعد عمري. اليوم أنا بتكلم معاش عن خفايا اللعب بالأقدار، وترى الكلام هذا خطير، والكلام هذا أنتي ما راح تلقينه إلا في كورس مدفوع، أنا متأكدة من الكلام اللي قاعدة أقوله. وخلونا نبدأ حبة حبة، نقطة نقطة، أوكي؟ وأول حاجة أول حاجة بنجيلها اللي هي إنه إحنا لما أحد يقول لنا كلمة ممكن ما تعجبنا، أو كلمة ما نستصيغها، أو مثلا يقول لي يا فاشلة، أو أي صفة إن كانت الشخص هذا يوصفني بها، أنا أحس باستياء وأحس بحزن على نفسي إنه أنا سمعت الكلمة هذه. عشان كذا أول قاعدة للكلام، لأنه إحنا نحط اللبنة اللي تحت وبعدين نبني عليها الجدار اللي فوق. فإحنا لما نحس بالاستياء أو نحس بالزعل من الكلام اللي يجينا، إنه إحنا نشتغل على النقاط هذه. يمكن ما فصل فيها كثير، بس أنا حبيت إني أبدأ الكلام بها. ولازم تعرفين إنه محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو أفضل البشرية وخير من وطأت رجله الأرض سبوه ورجموه، ولازم تعرفين إنه حتى الله سبوه، قالوا له إنه ثالث ثلاثة. وتدرين إنه يقال إنه موسى عليه السلام كلم الله وقال له يا رب كف ألسنة الناس عني، يعني أنا أضايق، أنا أحزن لما الناس تتكلم علي. فإيش قال له الله سبحانه وتعالى؟ الرد كذا يذهل شوي، خليش إنه أي أحد يتكلم عليه إنه يفترض إنه أنت ما تزعلين أبدا. لما رد الله عليه قال له يا موسى لم أكتبه على نفسي، يعني أنا لما صنعت السيستم هذا اللي في البشر ما صنعت فيهم إنهم ما يسبوني أو ما ينكرون وجودي، فكيف أكف ألسنة الناس عنك؟ يعني هذا شيء مستحيل. والحين في سياق الكلام راح تعرفين ليش أنا بديت معاش البداية هذه، لأني الآن راح أدخلش في مكان مختلف تماما. حقول ليش إنه أعظم رزق يحصل عليه الإنسان هو إنه يحصل على فكرة، وما راح يحصل على الفكرة هذه أي إنسان يشعر بالاستياء من كلام الناس عليه. الفكرة هذه ممكن تغير حياتك وممكن تغير حياة البشرية. وفي كذا حديث خلينا نمر عليه، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام بورك لأمتي في بكورها، يعني إيش؟ لكل رزق بداية ولكل فكرة بداية. البدايات متى تجي؟ البدايات تجي في الصبح، والصبح إذا تنفس. وفي قانون الحياة هذا ما في شيء اسمه شر في الأقدار، ترى القدر ما يحمل الشر أبدا، حتى لو كنت أنت تشوفين أنه القدر هذا شر. وأبغاش تتذكرين في سورة الكهف، وأما السفينة وأما الغلام وأما الجدار، وتعرفين إيش كانت الحكمة من وراهم. في كل خسارة في مكسب، بس المكسب هذا أنت ما آمنتي فيه، لأن موسى إيش قال؟ ترى موسى كانت عنده كل الحجج اللي تخليه يكون صح 100%. لذلك لما تكون عندنا حجة أو نظرة لأمر معين في حياتنا، حتى لو إحنا 100% متأكدين إنه كلامنا صح، لازم نعرف إنه موسى قال أتخرقها لتقرق أهلها، أقتلت نفسا زكية بغير نفس، وبعدين قال له لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فإيش كان الرد؟ كان وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. الرد هذا جاه متى؟ قبل يبدأ وقبل يروح مع الخضر. وأنا هنا بدخل معاش في القاعدة المهمة، ركزي عليها. في أي خسارة وفي أي فشل لا تسألي، لا تقولين يا رب ليش تسوي فيني كذا، اسألي سؤال الحكمة وسؤال الإنسان الحكيمة عشان يجيش رد حقيقي، حتى لو تأخر يوم أو يومين أو ثلاثة أو أسبوع، بس صدقيني راح يجيش الرد. انت لما تسألين تقولين يا رب ايش هي الحكمة، يا رب ايش الرسالة من وراء اللي قاعد يصير الآن. اصلا مجرد ان انت تقولين يا رب ايش الحكمة، فانت فعلا تكونين حكيمة، لان السؤال هذا في وقت المصيبة نادرا ما احنا نقوله. وشوف يا امر قلبي، كل حدث احنا اصبنا به كان غامض او فجائي، لا تسألين ابدا ليش طلقني، ليش خسرته، ليه مات، ليه ضاع. في أوقات السؤال ما له لزمة نهائيا، لأن السؤال ما يقدم ولا يأخر. أنا راضية وأنا معك يا رب، أنا خسرت أنا راضية، يا رب أنت كتبت علي أنه أنا أبدأ من جديد، أنا معك وأنا راضية وأنا موافقة، وافقي الله في كل أقداره. صحيح أنه إحنا ما نخير في الأقدار، لكن قولي يا رب أنا معك. الحياة عمرها ما راح تجي زي ما احنا نبغى، لانه الله سبحانه وتعالى يقول ايش؟ يقول ليس بأمانيكم، مو زي ما تتمنين، حطيها في بالش وحطيها في راسش. لكن في نفس الوقت يقول انما الحياة الدنيا لهو ولعب، بس مو امنيات،
كمان راح اقول لك يا امر قلبي ويا بعد شبدي ويا حشاشة يوفي، انه اعملي بيقين تام، اليقين انه الله راح يجيب هذاك اليوم اللي انت تاخذين فيه كل شيء، تاخذين فيه حقك بالكامل، مثل مرتب اخر الشهر، ومثل النسبة اللي تحصلين عليها او المكافأة اللي تحصلين عليها اخر السنة، ومثل الثمرة اللي تنضج تاخذينها وتاكلينها زيها بالضبط. راح تحصلين على كل شيء انت قدمتيه، على كل سؤال انت سألتيه راح تلاقين اجوبة، بس اتبعي القواعد البسيطة هذه. ترى الله ضرب لنا مثال في موسى وهو نبي وقال لنا انه استعجل. الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس ولكن الناس انفسهم يظلمون. الغي كمان التوقعات من حياتك، يعني لا تتوقعين اي شيء من اي احد، وكمان لا تسيئين الظن باي احد. ولو خيرتي بين اي امر بين اي امر اختاري الامر اللي الله يختاره. وانا هنا راح اقول ليش شيء صار معي من ايام، عندي 5 خيارات لازم اختار واحد منهم، وعشان اقنع عقلي انه لابد من الاختيار، يعني هو قاعد يصور لي انه لازم تختارين. والله يا بنات كتبت الاشياء هذه او 5 الخيارات في 5 ورقات وبعدين شلتهم ورميتهم، قلت يا رب اختيارك انت وانا راضيه، اختيارك انت وانا معك، اللي انت راح تكتبه انا معك، ايا كان الخيار اللي انت تختاره انا موافقه. اتوقع انه بعدها عقلي صدق انه خلاص هذه خلونا نغسلها منها. ترى فعلا حتى عقلك في بعض الاحيان لما انت تحاولين تقولين له لا تتدخل ترى فعلا يسكت، لانه انا في اليوم اللي قمت وسويت فيه اول فيديو في القناه قلت لنفسي لو انا الى اليوم ما مت معناها انا اتوهم، ومن بعدها قمت وسجلت اول فيديو موجود على القناه. عقلي صدق فورا لاني قلت له وحسمت الامر معاه، يعني ارمي وتوكلي وخليش زي الطالب اللي يجتهد ويستنى النتيجه. بس انا اقول دقي الابواب بس مو نفس الباب، انه قدامك خيارات كثير، ولا تنشغلين بالاشياء اللي في الطريق، لا تنشغلين فيها ابدا، كملي وواصلي. يعني مثلا لو عندش او لو كانت علاقتك مع الله انت شعورك تحسين انها كويسه، فلا تجلسين تسالين تقولين يا ربي ايش هي صدمه الطفوله اللي عندي. طب انت امورك ماشيه، انت امورك مع الله سالكه، احنا في عندنا اشياء وفي خربطه عندنا، اوكي يعني عندنا تخبيص في الحياه مو طبيعي، بس لما تكون علاقتك مع الله مضبوطه شعورك انه انت لما تصلين ولما تدعين بطريقه انت ترتاحين لها، فلا تسالين عن الاشياء هذه ابدا، بس قولي انا عارفه انه انا راح اوصل في وقت من الاوقات، انا ادري انه الله راح ينور بصيرتي، لانه انا من يوم بطلت ابحث عن الصدمات ابحث عن الاشياء بشكل عام، الاشياء اللي حايستني او الاشياء اللي افكر فيها، من يوم بطلت اسال حسيت انه حياتي مشت بشكل افضل. بس تعالي تعالي امر اسال عن ايش؟ من يوم بطلت اسال عن اشياء ما ظهرت لي، يعني صدمه طفوله شيء مو ظاهر لك ابدا. ترى هذا هو بالضبط الانشغال وانت في الطريق، ترى هذه هي المشتتة الحقيقية. ترى أنا ما أقولش أنه صدمات الطفولة كذب، لا، بس أنا شفت أني في الوقت اللي تخلصت فيه من أشياء كثير، وأنا ذكرت لكم الكلام هذا في حلقة الأهداف وقلت لكم أني شلت أشياء كثير وطلعتها وقطعت أوراق ويعني ورديت صور لأصحابها، بمجرد أني أنا عدلت أشياء عندي ظهرت لي أشياء ما تتخيلونها، فعرفت أني مهما أسعى مهما أبحث عن صدمات طفولة مستحيل أنها تطلع لي، مستحيل. يعني أبدأ أشتغل أول شيء على نفسي، وبعدين بعدين أبدأ أقول والله هذه صدمة طلعت لي، يعني لو طلعت أنا بعدين أحكم إنها صدمة أو مو صدمة، لأنه طلع لي موقف لما كنت في أولى ابتدائي أنا دائما أتذكره، يعني أنا مو ناسيتها أبدا ودائما أحكيه يعني لبعض الأشخاص، لكن في هذاك اليوم طلع لي بشدة، أو في هذيك الفترة عفوا في هذيك الفترة طلع لي بشدة. الموقف هذا كان إنه إحنا البنات كنا صافين عشان نستلم الشهايد حقتنا، وأنا في الطابور سمعت أحد يقول للثاني انه انا مالي شهاده. ليه؟ لانه انا جيت على اخر الترم الاول، انا درست اولى ابتدائي الترم الثاني بس. فاتذكر هذاك اليوم اني انا طلعت من الطابور اللي فيه البنات، اتذكر اني كذا ضعت اوهم ما ادري، بس كنت امشي كذا في المدرسه بدون اي وجهه ابدا، رجعت واللي معي كلهم معاهم شهادات الا انا، والموقف هذا دائما اتذكره، بس ما اعرف انه صدمه، وما عرفت انه صدمه الا لما بدا يظهر لي بشده. بعدها انا عدت المشهد في راسي ورحت وتكلمت مع الشخص اللي قال للشخص انه انا مالي شهادة، طبعا هذا بشكل تأمل، وسألته ليش؟ هل انت تعرف انه انا اليوم صار لي اكثر من 30 سنة وانا احمل معاي ملف تسبب فيه انسان قرر انه انا احرم من الشهادة وانا كنت طفلة؟ تذكرون زمان كانوا كل
المدارس يستلمون شهادة في نفس اليوم. فأنا كنت أتذكر إنه يعني الجيران كل الناس جابوا شهايد إلا أنا. أنا قاعدة أقول شي الكلام هذا عشان تعرفين إنه حتى لو كان شيء أنت تتذكرينه ما راح تعرفين إنه صدمة إلا بعد ما أنت تنظفين من الداخل. ولو كانت علاقتك مع الله سوية صدقيني إنه كل فترة راح تتذكرين شيء. وكيف تعرفين إنها صدمة؟ لما تبدأ تزن، تبدأ تجي بطريقة غريبة، تتذكرينه وتبدين تمسكين على رأسك إنه أوف كيف مر الموضوع هذا. ما تبدأ تزن معناها الصدمة هذه تبغى تطلع. لما أنت تتذكرينها وشعورك تجاهها عادي جدا معناها الصدمة هذه لسه مو وقتها إنها تطلع. ممكن أنت تقومين بتنظيف بسيط، التنظيف هذا يطلعها. يعني مثلا تطلعين أشياء وكركبة عندك وأشياء قديمة عندك في الغرفة أو في البيت، وممكن إنه أنت تتخلصين من الصدمة هذه. ترى في صدمات ممكن تتنظف لحالها وأنت ما تدرين. وأبسط شيء يخلي كل الصدمات تنتهي وحتى ما تطلع لك أو ما تبين على مشاعرك ويمكن ما تشوفينها، إنه أنت تسامحين وتقولين أنا سامحت وعفوت وغفرت عن كل شيء. هذا كفيل أنه يمسح ويشطب كل الملفات يا أمر قلبي. ليش بعض الناس بعد ما يسامح تتيسر له أمور ما كان متوقع أنها تجيه بالسهالة هذه؟ لو كان يدور على وظيفة، لو كان عليه دين، أي كان يلاقي الأمر هذا تسهل وتيسر. هو عفى والله عفى عنه. وأنا لي قصة مع السماح ومع الغفران مع جاره لي. يعني حتى أنه الموقف هذا خلاني لما يجي أحد يحاول أنه يتحايل علي أو يحاول يضحك علي أقول ما عليه، مبروك عليه، أما أنا الله بيعوضني ومتأكدة إنه الله بيعوضني أضعافه. راح أقول لكم القصة وبحاول أختصرها. جارتي هذه إيش كانت تسوي؟ كانت تأخذ مني اللي هو المعطرات، كنت أسوي بخور، فكانت تأخذ مني كل يوم ب300-400 وتروح تبيع. لما يجي آخر الشهر تسددني نص المبلغ والنص الباقي تقول لي الشهر الجاي. الحرمة كانت تبيع بيع مو طبيعي، وأنا أتمنى أنها تسمعني الآن. بعدين بقي عندها مبلغ تقريبا حول 6400 ريال. في هذيك الفترة أنا دخلت المستشفى، كانت فاتورة المستشفى تقريبا 11000، وحاولنا كذا إنه إحنا نضغط على ظروفنا ومن هنا ومن هنا لين دبرناها وطلعت من المستشفى وأنا أدري إني راح أرجع مرة ثانية. ولما رجعت البيت اتصلت عليها قلت لها أنا مريضة، أنا طلعت من المستشفى، أنا أبغى فلوسي. المهم تقول لي بكرة بعد بكرة، اليوم أنا أصلا أبغى أرجع المستشفى مرة ثانية. إيش قامت قالت لي لما شافتني ملحة ومصرة؟ عارفة اني مريضة ما اقدر اسوي لها مرة ثانية بخور وعطر. فقالت اسمعيني يا طوط ما عندي لش ولا شيء. فهذيك اللحظة انا لسه ما تكلمت، فقام زوجي وقال لي اسمعيني سامحيها الان، ذكر لي آية قال لي والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وقمت انا في ذيك اللحظة وقلت يا رب انا سامحتها وبوقف انا وياها يوم القيامة قدامك، لا تحاسبها عني انا، يا رب انا عفوت عنها، اقدر اني اروح واخذ حقي منها. اصلا كانت جارتي بس جارتي في نفس الحي، فكنت اقدر اروح اشهر بها، كنت اقدر اسوي اي شيء والله العظيم، بس ما سويتها. فانا لما عفوت من قوة وليس من ضعف. اليوم انا والله العظيم وما اقدر اوفيها كل كلمات الشكر، ما توفيها حقها. ليه؟ لانه تقريبا انا جلست يمكن شهرين وسبحان الله تفتح طاقة من السماء، وكان مشروع العطر والبخور اخر مشروع في المشاريع الفاشلة. وهذه واحدة من خفايا اللعب بالاقدار، انه انت كيف تقدرين تغيرين القدر. تحكي لي واحدة عن واحدة صديقتها تقول من يوم صرت اقوم الصباح واقول لنفسي صباح الخير يا ملكة يا أميرة، تحلف وتقسم بالله إنه حياتها انتفضت نفض. تقول توظفت وصرت أصرف على أهلي، عشان كذا قبل شوي قلت ليش والصبح إذا تنفس فاربطي أي شيء اربطيه بالصباح. ليش أنا قلت لكم في التعليقات إنه أنا أكثر كومنت يسعدني البنات اللي يقولون أنا أسمعش الصباح، أنا أسمعش وأنا رايح الشغل، أنا أسمعش وأنا في السيارة، أنا أسمعش أول ما أقوم من النوم، لأني عارفة أني لما أقول لها صباح الخير وصباح الحب وصباح الفرح أن الشعور هذا راح يوصلها، لأني صادقة فيها، لأني مو أطلعها من قلبي من أعماق قلبي. أنا قلت لكم أنها تطلع من صندوق مليان حب. أنا كلمة صباح الخير ما أدري إيش تسوي فيني. عشان كذا أنت لما تبدين صباحك قولي لنفسك صباح الخير، صباح الحب، صباح الفرح، قولي لنفسك أجمل كلمات، لأنه الكلمات هذه وركزي هنا، الكلمات هذه تراها تنظف الكركبة اللي موجودة عندنا. أنا الآن ترى نجيت لكم بالتسلسل وبالترتيب، وصدقيني والله العظيم كورس مدفوع ما أحد راح يقول ليش المعلومات اللي قلتها ليش الآن، واللي أنا جبتها ليش بالتدريج وحاولت أني قد ما أقدر ما أختصر. اسمعي، لما احنا ينعدم عندنا التقدير لنفسنا وانه احنا نقولها صباح الخير وانه احنا ندللها تبدا تصير عندنا في حياتنا الكركبه، فلما نقوم ندعي او نستغفر ما تجي فايده او ما نحس انه في فايده. قول انا دعيت انا استغفرت وما في، ما استجيب لي، انا قريت سوره ياسين انت قلتي لنا اقرا ياسين، انا قريتها ما في شيء صار في حياتي. وهذا الكلام كله ترى والله العظيم سمعتها من بنات. ما يستجاب لأنه أنت تدعين بالجسد المادي البحت،
المشاعر ما عنديش اي جسد مشاعري او المشاعر عنديش معطلة. شفتي احنا من وين بدينا؟ لما تستغفرين لما تدعين ما في فايدة ما في استجابة، معناها انه جسدش المشاعري. شوفي انا عدتها مرة ثانية، عنده كركبة، ما في اي تقدير للذات، ما في اي حب للانسان. هذه وصل منش انتي، لانه انتي اول وحدة لازم تحبين نفسش. اذا حبيتيها صدقيني انه كل شيء في الحياة وكل شيء في الكون راح يحبها، ولما تحبينها راح تلاحظين. انتي لما تدعين تحسين براحة بعد الدعاء، ولما تقرين تيجي نتيجة، ولما تستغفرين وكأنش قلتي 1+1=2 فورا. وهذا ثاني سر للعب بالأقدار، لأنه شوفوا العلم يقول أنه إحنا مكونين من 7 طبقات، اللي هي مشاعر وأثير وروح، واللي هي طبعا الأحلام، الأثير اللي هو الأحلام إلى آخره. فلما يكون معطل عندك أغلب الأجساد، أنت تقريبا راح تدعين وما في شيء، يعني ما راح يرد عليش، ما في شيء راح يقول ليش تقولين ألو، ما في شيء بيقولش ألو. وأنا هنا بقول ليش شيء خطير والله العظيم، يعني بمعنى الكلمة خطير. في الدعاء ما في شيء اسمه أنه الله يأخذ الدعوة، لأنه الأسئلة لما تجي وكأنها تقول أنه الله يأخذ الدعوة ويراجعها ويقبلها أو يرفضها. في الحديث كل الدعاء مستجاب، والله إيش يقول؟ يقول ادعوني أستجب لكم، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا. طيب وين الخلل؟ وين الخلل في إني أدعي؟ وين الخلل في إني أستغفر؟ ليه ما يستجاب لي؟ لأنه الأجساد الأولى هذيك معطلة، يا أما كره للذات، يا أما عندك حقد على حد، يا أما أنه أنت في أحد بينش وبينه مشكلة أنت ما قدرتي أنه أنت تحلينها في داخلش، ما قدرتي أنه أنت تنظفينها وتقولين خلاص خلاص كفاية، أنا سامحت، أنا غفرت، أنا عفوت. الشيء اللي بعده وأنا أبغاش تركزين عليه يا أمر قلبي، يا أمر الحلوين ويا زهرة تشرين، أبغاش تركزين على الكلام اللي راح أقوله ليش الآن. نحن هنا جينا للحياة أو جينا للأرض عشان نجرب كل المشاعر. أبغاش تؤمنين بالقاعدة هذه، أنتي جيتي للحياة عشان تجربين كل المشاعر، وكل ما ترفضينها أنتي قاعدة ترفضين استخدام قدرتش الكاملة اللي الله وهبش إياها أنه أنتي تحلين المشاكل هذه. لما ترفضينها مستحيل تقدرين تحلين المشكلة هذه أو تدعين ويستجاب لش أنه المشكلة هذه تروح من حياتش. يعني في الحياة هذه راح يكون في زوج عصبي، وفي الحياة هذه راح يعيش إنسان فقير، وفي الحياة هذه راح يكون إنسان حالته صعبة، وشخص ما لقي وظيفة. كل الأشياء هذه إحنا نمر عليها بشكل أو بآخر، كل المشاعر هذه إحنا لازم نجربها، نحنا أصلا جينا عشان نجرب كل المشاعر. الله قال خلق الإنسان هلوعا، خلق الإنسان جزوعا. ليش الله قال الآيات هذه؟ لأنه إحنا هنا راح نجرب مشاعر كثيرة. خلق الإنسان في كبد، أنت مطلوب منش الآن تقولين أنا أقبل إني أنا أجرب المشاعر، الشعور اللي أنا فيه اليوم، أوكي؟ أنا أقبل إني أعيش المشاعر أو الشعور اللي أنا فيه اليوم. أقبلي حالش وحياتش زي ما هي، أحضني نفسش وحبيها وسعي، وكل شيء راح يجي بوقته. واحدة من البنات مرة سألتني أسئلة عميقة صراحة وتدل على عمق. البنت هذه من ضمن تقريباً 4 أسئلة قالت لي ليه إحنا لما نبغى الهدف يبعد ولما ننساه يتجلى؟ وهنا انتي حطي لي اذانش وكذا ضبطيها لي تكفين، لانه هنا القاعدة اللي لو استوعبتيها الحياة يصير لها ايرور. الحين انا برجع وبعيد السؤال هذا ليش؟ ليه احنا لما نبغى هدف يبعد ولما ننساه يتجلى؟ اجاوبش، لانه انت يا قمر في وقت نسيانه سمحت له انه يصير او ما يصير. بالله شوف البساطة، لما انا اقدم على وظيفة يعني في اي بي وابغاها بكل الطرق وبكل الوسائل وما تصير، وأروح وأقدم في 20,000 مكان، وبعدين يجي وقت أنا أقول خلاص أنا مليت. هنا تراها تشبه لما استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. أنت بعد ما قدمتي على مدري كم وظيفة قلتي خلاص أنا طفشت من الموضوع، تصير الوظيفة. ليه؟ لأنه أنت سمحتي لها، أنت قلتي لها عادي تصيرين أو ما تصيرين، بس أنت تدين كيف قلتيها؟ قلتي طفشت خلاص مليت. فهنا هي قبلت مشاعرش، لكن الكلام لو انش من اول قلتي انا اقبل انهم يقبلوني في الوظيفة هذه او ما يقبلوني، تكفين جربي انه انت تقولين الكلمة هذه وشوفي ايش راح يصير، بس بشعور حقيقي، نفس شعور خلاص طز ما عاد ابغاها انا مليت، بنفس الشعور بس انه انت تقولين انا اقبل تصير او ما تصير عادي، ما راح اموت، ايش راح يصير في الحياة؟ معناها انه القصة مو لما اتركه يجي، القصة انه الموضوع اعمق بكثير بكثير. وصدقني يا امر، صدقني انه اجمل ما في الاقدار انها كل يوم تدهشش، كل يوم تسوي لك مفاجأة، بس متى؟
انا تقريبا في الفيديو اللي قبل هذا او اللي قبله قلت ليش انه اي شيء تمتنين له راح يكون مسخر في حياتك. وهنا انا راح اعطيك تسريبه من كورس انا ناوي اعمله، انه اي عضو من اعضاء جسدك انت تمتنين له هو مصدر رزقك. يعني ممكن البنت اللي تقدر وتقدس بشرتها ممكن يكون رزقها انه هي تروح تقدم على وظيفه ويقبلونها كون انه بشرتها صحيه، فهذه راح تسوق المنتج بطريقه كويسه بشكل افضل. يعني الاشياء اللي تمتنين لها في الخارج هي مسخره لك، وصدقيني حتى الماء والاكل والزرع والناجحين. انا كنت امتن للاشخاص الناجحين وكنت اتخيلهم وهم في درجه رجال الاعمال، وكنت اقول صباح الخير لهم. في اشخاص يحبون الاكل ويموتون عليه، فاصبح الاكل هو مصدر رزقهم. يعني انت لو قمتي الصباح وقلتي صباح الخير لكل الناجحين، انا امتن لكل ناجح موجود على هذه الارض، يعني هذه راح قوافل ارزاق لك انت، راح تصير كذا تريلات رزق راح تجيش لحد باب بيتك. صدقني يا امر، بشكل او باخر ممكن تلاقين شخص يعني دائما يحس انه حاسه الشم عنده هذه نعمه لا تقدر بثمن. تلاقينه مثلا من وهو صغير يقولون هذا ما شاء الله شمه، على قولتهم ناقه، فيصير عنده حب لحاسه الشم. يعني مثلا راح تلاقينه لما يخلط مثلا، لنفترض تخليط عطور، راح يكون مثلا صانع بخور. المهم انه الحاسه اللي عنده امتنان لها راح تكون هي مصدر رزقه يا امر قلبي ويا بعد شبدي. وصدقيني والله العظيم قد ما انت تحسين انه قوانين الكون معقده وصعبه، قد ما هي بسيطه جدا. انما الحياه الدنيا لهو ولعب. بس هل انت مؤمنه فعلا؟ هل انت مصدقه فعلا انها سهله وانها لعبه؟ لانه انت لو طبقتي القوانين هذه فورا الدعوه راح تستجاب، فورا الوظيفه راح تقدمين لها ونادر راح تلاقي الرفض. لو دخلتي المطعم وانت حاسه انه انت قاعده تلعبين، انه انت في لعبه، ممكن تجيش هديه في المطعم، ممكن تجيش اكله، ممكن تجيش هديه في المول. يعني تخيلي سهولتها، مثل ما انش مثلا تقولين بدخل يوتيوب، تاخذين كذا اصبعك وتضغطين ويطلع لك يوتيوب. تخيلي انه بالبساطه هذه. يعني الحياه العبي معاها. طبعا انت يا امر راح تسالني السؤال الذكي اللي انا متاكده انه انت قاعد تساله لنفسك يا امر قلبي، راح تقولين كيف العب، يلا علمينا كيف نلعب مع الحياة. طيب الحين انتي تعالي لي هنا واسمعيني بكل جوارحش وبكل الحواس. بليز اسمعيني اسمعيني بكل الحواس. كل ما كان الشي صعب ارخي انتي، كل ما كان الشي صعب انتي ليني، كل ما طلبتي وجا رفض انتي ارفضيه. يعني مثلا انا ابغى زوجي يحبني وما حبني، اوكي عادي انا ما احبه، حلو صح انه مثال يعني بايخ وكثير بيزعل. طيب انا اليوم ابغى اقدم على وظيفه، الوظيفه هذه ما قبلتني، فورا اقول انا ما ابغاها. يعني اي شيء يدلع عليش انت تدلعي عليه، اي شيء يغلى عليش انت اغلي عليه. كل ما طلبتي او نويتي مشروع او فلوس ولا جات، استغني هنا، استغني عنها وراح تجي. ليه؟ لان الفلوس والثراء تحب الشخص الغني. يا الله يا الله قد ايش القاعده هذه خطيره. يعني اي شيء رفضش بيعيه بريالين، اعرضيه مجانا، قولي والله لو احد يبغاه الله معاه، وراح تشوفين وراح تتذكرين كلامي. يا جماعه الخير، جهلنا لحقيقه الحياه راح تخلينا طول عمرنا نلعب غلط. هي فعلا لعبه بس قاعدين نلعبها غلط. ليه؟ لانه احنا جهلنا حقيقه الحياه. يعني مثلا لو انت في حياتك اخترتي السلام واخترتي القبول واخترتي الحب، راح يطلع لك كل شيء يخدم الخيارات هذه. مستحيل شخص يختار السلام ويختار الحب ويختار القبول وما تطلع له الاشياء اللي تخدم اختياره، مستحيل. اختاري الثراء واسمحي له انه يجي او ما يجي، يتجلى او ما يتجلى، عشان هو يختارش. اختاري الحب وحبي كل شيء، وصغي حتى لصوت العصفور وحبيه وامتني له. يعني العصفور هذا قولي له صباح الحب، والحب من كل الجوانب ومن كل الحياه راح تحبش. والشيء اللي تقولي له صباح السلام، كل شيء مسالم في الحياة راح يجيلك وراح يجيش بسلام وبأمان. ولو قلتي صباح الأمان، صباح الحب، صباح الجمال، صباح الحظ، كل الأشياء هذه راح تجيش. لو قلتي صباح الفلوس وصباح الثراء كمان راح يجونش. وبعطيش قاعدة في آخر الكلام، إنه أنتي مو لازم تفوزين دائما، لازم تقولي لنفسك مو لازم أفوز في كل شيء في الحياة، وأي دور أقدمه لازم يكون دور البطولة، وأي عمل أقبله لازم يقبلوني، أو أي عمل أقدم له لازم يقبلوني، وأي اختيار انا اختاره لازم هو يختارني. لا، حطي هذه قاعدة، او حتى اكتبيها قدام عينك، قولي مو لازم افوز في كل مرة، عادي انا اقبل الخسارة، اقبل اني اقدم للوظيفة وان رفض، اقبل اني ادخل في الشرفة الشرعية ويقول اني انا ما عجبته، مو لازم افوز في كل شيء في الحياة. كمان كل يوم قولي
أنا بخير، أنا سعيدة، وصباح الخير لي أنا أول شيء، وبعدها للعالم، وبعدها للدنيا، وبعدها للعصافير، وبعدها لكل شيء جميل، بس أنا أول. قولي صباح الخير لكل شيء أنت تبغين حياتك تكون مثله أو حياتك تكون عليه. تدرين أنت لما تصبحين على الأشياء اللي أنت تحبينها، هنا أنت عقدتي اتفاق، هنا أنت يعني وقعتي العقد، والعقد هذا موثق بينك وبين الشيء اللي أنت تبغينه، والشيء اللي أنت تمتنين له. أنه كلمة صباح الخير معناها أنا أمتن له، معناها أنا أحبه. كمان بقول لك كلمة، ليش انتي، والله انتي بالضبط، انتي بالذات، انا ممنونة وممتنة انه انتي موجودة هنا. صدقيني، صدقني يا امر قلبي، انتي عارفة ايش يعني امر قلبي، يعني انه انتي نور موجود في داخلي. كمان ابغى اقول لش انه كل كلمة قلتها اليوم هي طلعت بكل مشاعري وبكل احاسيسي، وقلتها لش بكل حب، والله العظيم قلتها وانا فرحانة وانا سعيدة، وانا اتمنى انه كل كلمة تلامس قلبك، انه كل كلمة انا قلتها اليوم تغير في حياتك. وبس والله، آخر شيء، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ومع السلامة، باي.